احنا بنتكلم النهارده في اغلب الاخبار هتلاقينا بنتكلم بشكل مباشر او غير مباشر عن تاثر عالمي كبير وحقيقي في كل المجالات وفي كل القطاعات بالحرب الدائره ما بين روسيا واوكرانيا. النهارده يعتبر في حاله من الاستقرار كده في الاسواق العالميه والمنصات العالميه، ومن ضمن الاستقرار ده انه برغم الارتفاعات الكبيره اللي اسعار القمح حصلت لها عالميا، النهارده سعر القمح او طن القمح الاوكراني انخفض بنحو 350 جنيه، وصل سعره ل 8050 جنيه بعد ما كان 8400 جنيه. القمح الروسي كمان سعره نزل بنفس النسبه ووصل ل 8150 مقابل 8500 وفقا للاسعار الاسترشاديه لبورصه السلع خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا. فكرة الارتفاع والهبوط دي في البورصات تأثر علينا إمتى وتأثر علينا إزاي؟ وطب هو الانخفاض اللي انخفضه ده انخفاض بعد ارتفاع؟ يعني إحنا رجعنا للسعر القديم ولا لسه؟ كل دي أسئلة بديهي إن إحنا نسألها، لكن السؤال الأولاني هو سعر العيش في مصر غلي ليه قبل كل حاجة من دي ما تحصل؟ هو إزاي الانعكاسات اللي حصلت على التجار والأفراد تحصل بسرعة كده؟ خلونا نسأل بقى في كل الأسئلة المنطقية جدا دي دكتور محمد القرش متحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا أستاذين، أهلا بحضرتك. نبتدي كده واحدة واحدة ونسأل حضرتك عن الانخفاض اللي حصل في أسعار القمح الروسي والأوكراني، وده ترجمته إيه؟ يعني الأول هم ارتفعوا بنسبة قد إيه من بداية الحرب؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك، والحقيقه احنا كنا شفنا خلال الفتره السابقه بعض الارتفاعات نتيجه الازمه وتاثر حركه التجاره الدوليه، وده طبعا كان له يعني خصوصا في هذه المنطقه كان له اثر وانعكاس كبير على سوق القمح. لكن الحمد لله احنا عندنا في مصر الامور يعني بتبقى في حته القمح تحديدا ان شاء الله تبقى الامور مستقره تماما، يعني يمكن الاثر هيكون في ادنى حدوده، طبعا لان الدوله المصريه كانت بذلت جهود كبيره في هذا المحور، محور التنميه الزراعيه. يمكن كنا شايفين الدوله المصريه بتسبق بخطوات حتى في ملف القمح تحديدا، احنا كنا مسعرين القمح في شهر نوفمبر قبل ما يكون في اي احداث دوليه وقبل ما يكون في اي حاجه بزياده 100 جنيه عن سعره في العام الماضي تقريبا، كانت حوالي 95 جنيه تحديدا. ولاول مره كانت الدوله المصريه بتحدد تسعير القمح قبل موسم الزراعه. حلو قوي، عشان اللي بيزرع يختار يزرع قمح، وده اللي حصل فعلا مش كده؟ بالظبط، وكان تحفيز كبير جدا للمزارعين ان هم يزرعوا قمح، ويمكن لو بصينا هنلاقي في حوالي ربع مليون فدان زادوا من المساحه المزارعه بالقمح. ده له انعكاس ان احنا يزيد عندنا الانتاج، والحمد لله احنا دلوقتي داخلين يعني هندخل على موسم الحصاد يمكن الشهر القادم، في بدايه الشهر القادم هنلاقي يبدا موسم الحصاد بتاع القمح، يبدا نحصل او يتم عمليه الحصاد ويتم عمليه التوريد في نص ابريل ان شاء الله لوزاره التموين وللمطاحن المصريه. طبعا ده احنا تقريبا زرعنا 3.6 مليون طن، فبالتالي هيكون عندنا ان شاء الله متوقع حجم انتاج ما يقلش عن 10 مليون طن. طبعا ده يكفي احتياجات المواطنين فتره لا تقل عن 6 أشهر باذن الله. حلو. وكمان ما ننساش ان في 4 شهور احتياط استراتيجي موجود في الصوامع دلوقتي وفقا لبيانات وزاره التموين، فالامور عندنا مستقره بشكل كبير. بالظبط. الاستقرار ده بقى يا دكتور في خطوات جيده يعني في الدوله المصريه، يعني ده بنتكلم عنه واتكلمنا عنه طول الوقت، ومن اليوم الاول للحرب قلنا ما قلنا، ما احنا شفنا ازمات، طب ما حصلت كورونا، يعني احنا هنعدي ان شاء الله من كل هذه الازمات. لكن سؤالي بقى تحديدا لحضرتك، ايه السبب اللي يخلي الافران، انا عارفه انه طبعا ان الخبز المدعم سعره ما اتحركش، لكن ليه العيش اللي الناس بتاكله وبتشتريه من الافران يرتفع بالزياده الكبيره دي؟ وايه دور الدوله في انها تظبط السعر ده او تتحكم فيه؟ يعني ايه اللي حصل فالاسعار زادت بالشكل ده؟ يعني خلينا نكون منطقيين جدا، ان الحقيقه احنا دوله من دول العالم وبنتاثر بالمتغيرات الدوليه وبنؤثر فيها، ودي طبيعه العمليه الدوليه او الشكل الدولي. طبعا العالم بقى قريه صغيره وكل الاثار بتؤثر بشكل مباشر، لكن في النهايه مدى التاثر ومدى حجم الاثر ده اللي بيحدده مدى قوه كل دوله. ويمكن اللي شفناه
من قوه الدوله المصريه، وزي ما حضرتك ذكرت كده احنا الدوله المصريه في اخر 7 سنوات تقريبا احنا عندنا اكتفاء ذاتي من كل محاصيل الخضر والفاكهه. عندنا اكتفاء ذاتي من بيض المائده، من الدواجن، من الاسماك، من كل الحاجات، الالبان، كل الحاجات المهمه بالنسبه للمواطن المصري. وتفكيرنا بقى استراتيجي في الحاجات دي، ما بقيناش بنفكر في الارخص لكن بنفكر في السلع الاستراتيجيه الاهم. يعني متهيألي ده حضرتك صحح لي المعلومه دي. بالضبط، احنا بنفكر في الامن الغذائي للمواطن المصري. المواطن المصري لما يحتاج هيحتاج بروتين من اصل حيواني اكيد. يعني فاحنا عندنا المراعي الطبيعيه فيها مشكله عندنا في مصر، فبالتالي حجم انتاج اللحوم يمكن صحيح شهد طفره كبيره جدا جدا، يعني يمكن كنا 40% اكتفاء ذاتي وصلنا لاكثر من 60%، دي طفره كبيره حصلت. بس احنا كمان عندنا بدائل اخرى، الالبان، الدواجن، الاسماك، بيض المائده، كل دي مصادر من بروتين من اصل حيواني. عشان كده الدوله كانت بتضخ استثمارات واضحه جدا، سواء من خلال توسعات في مساحات منتجه زي مثلا هلاف الانتاج الداجني. سياده الرئيس وجه ب او اصدر قرار بتسع مناطق للاستثمار في مجال الانتاج الداجني، دي تضخ استثمارات كبيره جدا في هذا القطاع. التوسع اللي حصل في الانتاج اللحوم من خلال المليون رأس ده مفهوم جدا يا دكتور. انا بس نفسي حضرتك تجاوبني على فكره سعر، بما انه سعر القمح بيرجع ينخفض في البورصات، وبما انه الدوله عندها كل السيطره وعندنا مخزون وعندنا محصول، ايه اللي بيخلي سعر رغيف العيش يرتفع بسرعه كده؟ ربما يكون يعني بعض التجار بيبقى ممكن يكون طمع من بعض التجار، ممكن يكون اي سبب اخر، ولكن سلاسل التوريد اقصد اللي بتبدا، يعني ما حصلش فيها اختلافات كبيره في الاسعار؟ لا، يعني ما اعتقدش ده هيبقى موجود، لان احنا في النهايه اولا احنا بنتبع سياسه العرض والطلب، فهنلاقي ان عندنا بنزود من حجم المتاح قدام المواطن المصري من خلال هنلاقي عندنا منظومه الدعم الخاص بالخبز ما حصلش فيها زيادات. فدي دي باب اولي هيخدم المواطن المصري. الحاجه الثانيه مراقبه صارمه وجه بها دوله رئيس مجلس الوزراء على الاسواق لمنع اي ممارسه من شانها انها تؤثر على المنتج، لانه ممكن يكون في بعض ضعف النفوس اللي بيستغلوا مثل هذه الظروف لرفع السعر بشكل او باخر. الحاجه الثالثه اللي هي محور زياده حجم المعروض، ان احنا نبدا نفتح قنوات للربط بين المنتج والمستهلك، بين المواطنين من خلال المنافذ، منافذ وزاره الزراعه، منافذ وزاره التموين، منافذ امان، منافذ وطنيه، كل هذه المنافذ يبقى فيها تم معروض كبير يبقى متاح قدام المواطن المصري، وبالتالي يقدر ان هو يلاقي فرص واختيار وشرائح سعريه تبقى متفاوته. اوتوماتيك لما يحصل هذا الكلام هنلاقي الاسعار بترجع تاني تستقر، وحتى لو كان في حاله خوف من بعض التجار او من بعض المواطنين تبدا الحاله تستقر، لان احنا كمان في جائحه كورونا ما كانتش بعيده عننا، شفنا كان في بعض التخوفات اللي كانت موجوده، وكان في رغبه كبيره من المواطنين لعمليه الشراء، وكان في رغبه كبيره من التجار لعمليه التخزين، ولكن الدوله المصريه استطاعت انها تلبي احتياجات المواطنين، فاصبح في حاله اتزان وحاله استقرار موجوده في السوق، بالتالي بدانا نشوف انخفاضات بتحدث في الاسعار، بدانا نشوف استقرار بيحدث في الاسعار، وقدرت الدوله انها تتجاوز مثل هذه الازمات، وان شاء الله اكيد مع الجهود اللي بذلت في الدوله اكيد كل الازمات اللي احنا بنشوفها اكيد هنقدر نتجاوزها بكل خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور، ثقتنا يعني شديده ولينا سابقه ثقه، يعني اقدر اقول انه احنا في وقت الكورونا كان عندنا رعب اكتر من الرعب الشديد اللي بعض الناس فيه باضعاف المرات، لانه احنا كنا في حاله شلل عالمي، لكن قدرنا واتكلمنا حتى مع وزاره الزراعه، واتكلمنا وقتها قد ايه محصولنا من الموالح مثلا لو انا افتكر مظبوط وقتها كان اكتر. فبشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على الكلام المطمئن ده، دكتور محمد القرش متحدث باسم وزاره الزراعه. ودكتور محمد قال جمله مفتاحيه تقول لك هو الحقيقه الواحد بيخاف امتى؟ احنا صدقوني مش الغلا اللي يخوف ولا الظروف الاقتصادية، صعبة طبعا، لكن مش هي اللي تخوف، اللي يخوف إحساسك بأنه مفيش رؤية، لكن طالما أنت مطمن أن في رؤية. الدكتور محمد قال حاجة مهمة جدا، قال أن إحنا من قبل موسم الزراعة وإحنا رفعنا سعر الدولة اللي الدولة هتشتري بيه القمح من المزارعين، وبالتالي زاد الإقبال على زراعة القمح، وبالتالي إحنا السنة دي بنحصد أكتر بنسب عالية جدا من السنوات اللي قبلها. مش هنكفي احتياجاتنا المحلية، لكن إحنا فاهمين بنعمل إيه، وفاهمين اهتمامنا بالمحاصيل الاستراتيجية وبالأمن الغذائي المصري.